السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام للمتابعين حياتنا بكل بساطة مع أمان. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهاردة حلقتنا مختلفة شوية بعيدا عن الطبخ نفسه، لكن هي برضو تخص المطبخ. هنعمل فيها تنظيفات، هننظف مع بعضينا الممبار بتاع الخروف وازاي نقلبه مع بعضينا. في ناس كتيرة قوي ما بتعرفش تقلبه، ما بتعرفش تنظفه. وكمان هنعمل مع بعضينا، هنسلخ المخاصي برضو بتاعت الخروف بتاعت الغنم يعني عامة. انا عملت واحدة اهي، ازاي تطلعيها كمان كده بالشكل ده. هنعمل التانية مع بعضينا. اول حاجة هبدأ بيها هي دي، اول حاجة بعملها انا بغسلها هي نفسها كده زي ما هي من بره كويس جدا، عشان لما اجي افتحها ما تبهدلش من جوه معايا. تمام، انا كده غسلتها كويس بالشكل ده. هبدأ بقى اعمل ايه؟ بسم الله، هاجي من هنا كده وهفتح من هنا بسم الله، فتحة كده بسيطة الأول. شايفين كده؟ متحاوليش توصلي لتحت قوي علشان خاطر لو وصلت لتحت هتعمل معاكي دم. هبدأ أخدها كده بسم الله، هكبر بس من هنا أهي بالشكل ده. هبدأ بقى أخد، شايفين الجلدة دي أهي؟ شايفين؟ بسم الله الرحمن الرحيم اهي كده بالراحة. تبدأي بقى تسلكيها من هنا، دي اهم حاجة. شايفين؟ المهم دي ما انجرحتش، عشان انت لو بصوا هي بتجيب حتى دم ازاي. دي لو كانت السكينة لمستها او حاجة كانت هتبهدلك دي دم، فتخلي بالك كده بالراحة عشان هو ما تفتحيش من تحت قوي، افتحي دايما من الناحية دي يعني قريب منها كده. بسم الله اهو، شايفين طالعه معانا بمنتهى السهوله، سلسه جدا وما فيهاش اي حاجه اهو. ناخدها حته حته كده بسم الله كده اهي، طلعت معانا جميله وما فيهاش اي حاجه الحمد لله اهي. بتسحبي بقى دي اخر حته دي، شايفين؟ تسحبها جامد كده تبقى ايدك ناشفه عليها كده اهي. ده شكلها معايا بالشكل ده اهي كده. هي كده خلاص خلصت معايا. هنبدا بقى في تنظيف الممبار وازاي بقى هنعمل مع بعضينا الممبار بتاع الخروف او المصران. انا بعمل ايه؟ باخد الطرف بتاعه ده الاول خالص وبحطه في الحنفيه كده وبملاه ميه، ده في الاول خالص كده. دي اول غسله لي يعني، تمليه ميه وتغسليه بالشكل ده. انا عملته كده من شويه. تمام، طب انا دلوقتي بقى عايزه اقلبه. هو خلاص شايفين حتى الميه نظيفه ازاي بعد ما حطيت في قلبيه ميه، بس برضو عايزه اقلبه علشان بتيجي في حتت كده. بصوا في حتت من جوه لونها غامق، بصوا ده من ده، عايزه انضفها يعني، عايزه انضفها من جوه وتبقى لونها فاتحه زي دي كده. هنعمل ايه؟ هنجيب طرف الممبار من هنا شايفينه كده، هنقلب اول حته كده بايدينا كده، اول حته بس الحته الصغنونه دي كده اهي. اتقلبت معايا بقت بالشكل ده، هقلبه بقى هو كده وهفتح. اسفه بس هي بتتزحلق، هي اول لقطه بس اللي بتبقى صعبه يعني، اول لحظه بس ومش صعبه اول حاجه لو انت متمكنه فيها اهي. شايفين؟ هبدا بقى افتح الحنفيه وانا قلبه كده، انا عايزاه يتعبى من هنا من الحته اللي فيها اصبعي دي، شايفينها؟ هخلي الميه تدخل هنا. هفتح بس الحنفيه ونشوفها مع بعضين. هبدا بس احطها، بصوا اول ما هتكملي معانا بصوا اهي خلاص هو هيزق نفسه بقى لجوه اهي. شايفين انتي بتزقي بايد كده اهو، سرسوب صغير كده شايفين، اتقلب معايا بكل سهوله. هيقفل الحنفيه عشان نشوفه اكتر. بصوا اتقلب معايا اهو، هو جوه اهو. حتى لو مش هتفتحي الحنفيه كل ما هترفعي ايدك كده اهو، بصوا بيدخل كله معانا. بنسحب اهو الميه بتتقله اهو، شوفوا عملنا حته قد ايه كبيره ازاي، اتقلب معانا بكل سهوله. برضو هنعمل ايه؟ هقطع من هنا علشان خاطر يوضح اكتر. حابه انت بقى تخليه كامل تقطعيه براحتك اهو كده اهي. شايفين دي اللي داخله اهي؟ هفتح الحنفيه وهكمل. حابه برضو تقفلي الحنفيه كده؟ انا مش بفتح الحنفيه خالص علشان خاطر ما يجريش مني، يبقى معايا في الحوض.
بالراحة كده، هنقص بس مية. وهكمل الحتة اللي فاضلة دي عشان يتقلب كله، يعني سرسوب كده مية صغننة. اهو يا جماعة كله، بس هو يعني هو عشان ناعم بيتزحلق. اهو كده، اهو اتقلب كله معايا بالشكل ده. اهو بقى مقلوب معايا بالشكل الجميل ده، شايفين؟ طبعا هو ناعم قوي من جوه، ادي اللي اتقلب وادي اللي لسه ما اتقلبش. شوفوا بالظبط يعني بيجري اهو، ادي اللي اتقلب وادي اللي لسه ما اتقلبش. هعمل فيه ايه بقى بعد ما بيتقلب كده؟ بروح دعكاه بشويه ملح ليمون وشطفاه بشويه ميه. انا هقلبه كله وهوريكم بندعكه ازاي مع بعضنا ان شاء الله. ده شكله بقى خلاص بعد ما قلبته كله واديته شطفه بميه برضو، يعني شطفته كمان بشويه ميه. معايا هنا دي معلقه ملح ليمون، هبدا ارشها عليه ملح ليمون، تمام؟ وهبدا ادعكه بيه كده، ادعكهم جامد كده ببعض علشان هو بيبقى ناعم جدا. كده انك تدعكيه كده لما تحسي ان ملح الليمون خلاص داب معاكي. انا حسيته خلاص كده داب وما بياخدش وقت، يعني عامل زي السكر كده بيدوب بسرعه كده. بصوا حتى بدا اللي ينزل منه، شايفين لونه متغير خالص. هنزل بقى عليه ميه كده وهسيبه لمده 10 دقايق في الميه دي، هتلاقوا لونه غير خالص، يعني شايفين لونه اصفر معايا ازاي. بعد 10 دقايق هتلاقوه ابيض وافتح وبقى جميل جدا. حابه بقى تسيبيه بعديها زي ما هو كده بتسيبيه، حابه ترجعيه تاني وتقلبيه تاني على وشه برضو براحتك، يعني ده عادي وده عادي. انا بصراحه بقلبه تاني، يعني برجعه لعدلته الاولانيه خالص. هسيبه لمده ربع ساعه في الميه وملح ليمون ونرجع نشوفه بعدها ان شاء الله. ده بقى شكل الممبار خلاص، شايفين لونه فتح ازاي معايا. انا حتى قلبته تاني اهو، لونه بقى فاتح جدا وبقى حلو جدا من جوه كمان اهو. ده شكله، انا حطيته هنا بقى بعد ما غسلته في الملح في ملح الليمون، حطيته في شويه ميه وقلبته وشطفته كويس جدا، وعصرت في الميه دي ليمونه علشان خاطر تضيع منه اي ريحه زفاره. دي بقى كانت حلقتي معاكم النهارده، هي عملنا فيها الممبار وعملنا فيها كمان سلخنا فيها المخاصي كمان. دي كانت حلقتي معاكم النهارده، يا رب تكون حلقتي عجبتكم. كل سنه وحضراتكم طيبين، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.